أصدقائي، بتمنى لكم يوما مليئا بالسعادة والحب والأمن والأمان في قريتكم ومدينتكم، من الشمال للجنوب ومن الشرق للغرب. أنا الحجة وصفية بوصيكم في مثل هاي الأيام إن نعمل جميعا بانتباه وحذر، فالله يرضى عليكم يما. أمنوا جرة الغاز قبل ما تناموا، وطفوا الكهرباء وسكروا البواب منيح، وتأكدوا يما قبل ما تناموا إن صوبة الكهرباء مطفية، وإذا بتدفوا على كانون اطلعوا طفوه في البرية، واللي عندهم صوبة فوجكة أو علاء الدين أمنوها وطفوها ويبعد عنكم الشر أجمعين. وتأكدوا إنه أطفالكم نايمين وفي نومتهم مأمنين ودفنانين. حاسة حالي ضابط في الدفاع المدني. ما علينا، يعني بمعنى آخر يا حبايبي لازم كل واحد في هالعيلة يمسك مهمة ويبقى مسؤول عنها، ونتعلم تحمل المسؤولية. ولا بحكي غلط أنا يما؟ وطبعا ربنا هو الحامي، وربنا يحميكم من كل شر وحر. كلوا آمين، الله يرضى عليكم.